مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الصحافة اليوم، والذي نتناول فيه بالقراءة والتحليل مجموعة من أهم وآخر العناوين والأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. وفي حلقة اليوم نتجول بين مجموعة من أهم وآخر الأخبار والتقارير الصادرة في العدد الجديد من مجلة أكتوبر. ويسحبنا هنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على الأخبار الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي بالمجلة. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. معنا أول تقرير في جولتنا النهاردة، طبعا بيتحدث عن الموجة الحارة اللي بتشهدها مصر منذ عدة أيام، خاصة في ظل سقوط وفيات والتحذير من أشعة الشمس المباشرة. فمعنا هذا العنوان: الشمس في لقاء ساخن مع الأرض. أستاذ جمال، أهم المعلومات الواردة في هذا التقرير. في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كده، إن نحن في لقاء ساخن بين الشمس والأرض. تشهد مصر درجات حرارة مرتفعة هذه الأيام بشكل ملحوظ، يعني الشعب المصري مش معتاد على هذا الارتفاع في درجات الحرارة. كمان الكثير من المؤسسات خاصة الطبية غير مجهزة بالمكيفات والمراوح، وده اللي أدى إلى الكثير من الحالات الوفاة. يمكن عندنا 15 حالة وفاة بسبب هذه الموجة الحارة، عندنا 447 حالة إصابة، خرج منهم من المستشفيات 220 حالة بسبب الإجهاد الحراري. في الحقيقة أن ارتفاع درجات الحرارة يعني بيصيب بالتحديد كمان أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة أنهم يعني أجسامهم لا تتأقلم بسرعة مع درجات الحرارة الموجودة حاليا. في الحقيقة يمكن الأستاذ حسن سعفان في تقريره بهذا الشأن تناول وجهة نظر، وهي أن ما يحدث الآن في مصر هو شيء طبيعي، ويعني مترتب على الدورة الشمسية وعلى حركة الأرض حوالين الشمس، وأن هذا يحدث يعني كل فترة زمنية تشهد الأرض مثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة. وهناك أيضا وجهة نظر أخرى يعني تبرر ارتفاع درجات الحرارة إلى الاحتباس الحراري وإلى التلوث الذي شهدته الكرة الأرضية في الفترة الأخيرة، وبيرجعوا هذا إن هناك أيضا ارتفاع في درجات الحرارة في أوروبا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. في الحقيقة إن يعني كلا وجهتين النظر، فهناك واقع ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. شفنا الحكومة تحاول يعني التعامل مع الموقف. كان في النهارده مؤتمر صحفي لوزير الصحه اعلن من خلاله بعض الارشادات وتوجيهات للمواطنين للتعامل مع درجات الحراره وتجنب اشعه الشمس. وفي نقطه مهمه جدا لازم نوضحها للناس، ان يعني ضربه الشمس او الاجهاد الحراري ليس فقط في يعني مباشره في التعامل مباشره مع الشمس او الوقوف تحت اشعه الشمس مباشره، ولكن ممكن تكون في غرفه مغلقه او في مكان به نوع من انواع الاحتباس الحراري. ده برضه هينتج عنه نوع من الاجهاد الحراري. الاطفال ايضا يجب التعامل معهم بحرص وتجنبهم النزول صباحا خاصه في هذه الايام. يعني ربنا يعيننا على تحمل درجات الحراره في هذه الايام. ويعني ايضا هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره منذ اليوم، سوف تتصاعد درجات الحراره حتى يوم الاثنين ستكون 42 درجه في الظل. وعاوزين برضو نفهم الناس نقطه مهمه جدا، ان درجات الحراره التي تعلن هي تقاس في الظل، وبالتالي عليهم ان يعوا ان درجات الحراره في الشمس تكون اعلى بثلاث او اربع درجات عن المعلن. صحيح. ننتقل إلى الصفحة 28 ونتحدث حول إنجازات مشروع قناة السويس الجديدة، ومعنا هذا العنوان: التاريخ الأثري لقناة السويس في ثلاثة معارض. بالطبع أستاذ جمال، يعني هنا نتحدث عن استغلال فكرة افتتاح قناة السويس والاحتفالية الضخمة في الترويج السياحي لبعض آثار مصر. كيف أقيمت هذه المعارض وأهم ما تضمنته ويعني تفاصيل هذا الموضوع؟ في الحقيقة إن ما قامت به وزارة الآثار، وأنا شايف اللي هو لم يسلط عليه ضوء بشكل كبير، وده كان شيء هام جدا، إن احنا نعرض التاريخ الوثائقي لقناة السويس من خلال هذه المعارض، وأن تحظى ب يعني رعاية إعلامية أكثر مما حظت به. في الحقيقة وزارة الآثار قامت بثلاث معارض في محافظة السويس والإسماعيلية وأيضا في المتحف المصري هنا في القاهرة، عرض من خلاله القطع الأثرية واللوح الجدارية الخاصة بتاريخ سيناء وارتباطها بمصر، وهذا يعد توثيقا هاما جدا، خاصة أننا نواجه صراعا لمحو الهوية في الشرق الأوسط كله. يعني احنا بنشوف ما يحدث في العراق، ما يحدث في سوريا من تحطيم آثار. لأن عندما تحطم الآثار وعندما يحطم التاريخ
هتثبت ده ازاي تاني؟ فعرض مثل هذه الامور كان شيء هام جدا. المعارض كمان ايضا تناولت تاريخ او فكره نشاه قناه السويس والتي كانت منذ الفراعنه، ويمكن ده الناس كتير جدا ما تعرفوش ان كان هناك منذ العصور الاولى في العصر الفرعوني في مصر كان هناك مشروع لانشاء مجرى مائي يربط بين البحر الاحمر وبين نهر النيل من خلاله يصل الى البحر المتوسط، وتم احياء هذا المشروع مره اخرى في العصر الاسلامي بالفعل في الفتوحات الاسلاميه، وعندما تم فتح مصر اسلاميا تم انشاء هذا المجرى المائي مره اخرى وسميت قناه امير المؤمنين. يعني قناة السويس مشروع يراود المصريون منذ فطرتهم ومنذ نشأتهم، وهو مشروع ملك للمصريين وفكرة المصريين، وسيحقق إن شاء الله الرخاء والسلام، وهو هدية العالم زي ما بنقول دايما من مصر إلى العالم كله. صحيح. إذن هذه المعارض تسلط الضوء بتركيز على يعني تاريخ قناة السويس منذ وتاريخ منطقة سيناء وارتباطها بمصر وتاريخ الفرعوني بشبه جزيرة سيناء، وده شيء مهم جدا ان احنا كمان نوعي به الأطفال والشباب، لأن الكثير يغفل عن هذا الجانب الأثري الموجود في شبه جزيرة سيناء. الجميع ينظر إلى التاريخ الفرعوني على أنه موجود في يعني جنوب مصر، وهذا خطأ. التاريخ الفرعوني منتشر في جميع أرحاء مصر، وكانت يعني سيطرة فرعونية خارج أيضا الحدود المصرية. صحيح. ننتقل إلى الصفحة 48 وهذا التقرير حول تاريخ جماعة الإخوان. نقرأ هذا العنوان: الإصلاح الديني يبدأ بمواجهة الإخوان. أستاذ جمال، يعني هذا العنوان ما المقصود به وما هي المعلومات التي يحملها هذا التقرير، خاصة وأنه يأتي تزامنا مع ذكرى فض اعتصامي ربعة والنهضة؟ في الحقيقة إن ده مقال الأستاذ رجب البنا، يعني يتناول فيه فكرة ونشأة جماعة الإخوان المسلمين، ويعني تركيباتها العنصرية التي ترفض أو يعني تجعل من بعض فئات المجتمع وهم جماعة الإخوان المسلمين ذات صلاحيات وذات نفوذ وذات يعني صلاحية أكبر من عامة الشعب. يمكن هو أوضح في مقاله، وده شيء مهم جدا، إن جماعة الإخوان المسلمين عندما تبنت هذه الفكرة ومؤسسها البنا جاءت وفقا للحركات التي قامت في ذات الوقت في اليابان وفي إيطاليا وفي ألمانيا، وهي الحركات الفاشية. وبرهن على ذلك عندما جاء هتلر إلى الحدود المصرية وقام الإخوان بإشاعة أن هتلر قد أسلم وأننا يجب أن نتحالف مع الألمان. في الحقيقة أن فكرة الجماعة بشكل عام هي فكرة تنافي يعني تتناقض بشكل كبير جدا مع فكرة الإسلام الذي جاء لتوحيد الأمة وإلى جعل الأمة في صف واحد. ففكرة التفرق والتشيع ليست في الإسلام من شيء، وده اللي بيوضحه المقال. وهي تقوم على احتكار الدين لهذه الفئة بعينها. بالفعل، يعني احنا فكرة الإسلام جاءت لمحو فكرة الكهنوت، يعني عدم وجود كهنوت ديني يتحكم في باقي المجموعة، يعني ده تم نسفه من خلال الرسالة الإسلامية. وده ما يؤكد عليه الأستاذ رجب البنا في مقاله، إن الإسلام ليس حكرا على أحد. صحيح. ننتقل إلى موضوع آخر وهو قانون الخدمة المدنية وبالطبع الذي صدر مؤخرا، فنقرأ هذا الموضوع: قانون الخدمة المدنية بين هجوم الموظفين ودفاع الحكومة. يعني من خلال هذا التقرير، ما هي أهم تحفظات الموظفين تجاه هذا القانون، وما هو دفاع الحكومة تجاه هذه التحفظات؟ في الحقيقة خلينا نبقى واضحين، يعني هناك عزم من الدولة على محاربة الفساد الإداري وعلى يعني تكسير قيود البيروقراطية التي تحكم الإدارة المصرية يعني من الداخل. وبالتالي جاء هذا القانون بنوايا حسنة وبنوايا طيبة من أجل يعني إعدال ميزان المنظومة الإدارية في الدولة. في الحقيقة أن القانون يعني به الكثير من المميزات، يمكن اللي خلى هناك كثير من اللغط أو جعل الكثير من الموظفين خاصة الموظفين الضرائب أن يثاروا ويخرجوا إلى وقفة احتجاجية هو استثناء بعض الفئات الأخرى مثل الأطباء والمدرسين، وده بحجة أن لهم كادر خاص. وأنا في الحقيقة شايف أن يعني وضع هذا الاستثناء بالفعل قد يستفز فئات أخرى، لكن في الحقيقة لما نيجي نشوف القانون، هو قانون فيه الكثير من المميزات، يعني ربط الأجر بالإنتاج ده شيء مهم جدا. كمان عندنا إن يعني الموظفين الحكومة كلهم يعلموا ما سأقوله،
عندما تأخذ سلب القبض كده باللغة يعني بتاعت الموظفين، فإن المرتب الأساسي قد يكون ضئيل جدا. صحيح. يعني بجانب الكثير من البدلات والحوافز والمستحقات الأخرى. صحيح. جاء هذا القانون ليقنن هذا الوضع، يجعل هناك راتب يعني محترم بشكل أساسي، يكون عليه علاوة دورية بنسبة 5%. الموظفين بيقولوا نسبة 5% قليلة، ما هو بيقول نسبة 5 قليلة، 5% قليلة. الأساسي زاد. بالظبط، ما هو المرتب بتاعك هيزيد. صحيح. كمان فكرة إن لا يكون أحد في منصب قيادي أكثر من 6 سنوات، ده شيء هام جدا. لأن نرى الكثير من الموظفين الدولة يعني يضعوا أقدامهم في الكثير من المناصب ولا يتيح المجال للآخرين وخاصة الشباب. كمان هناك أمر هام جدا، إن هناك لجنة من الموارد البشرية هي التي ستقيم أداء الموظفين وتحكم الترقيات، وده يمكن وليس أكثر على يعني على أساس معيار الأقدمية. لا، ما هو ما فيش بقى معيار أقدمية هنا. صحيح. هو هنا يعني بتعامل زي القطاع الخاص، أنت بتنتج، أنت الأكثر كفاءة، فإذا أنت مسموح لك اللي أنت تدير. وده هو يمكن أكثر شيء أنا شايفه واضع نوع من أنواع الحساسية بين الموظفين بعضهم بعض، يعني الكثير ينتظر الكثير من الترقيات وفقا لدوره. في الحقيقة أن يعني أنا شخصيا مع هذا البند، برغم أن الكثير يعترض عليه، ولكن نحن في حاجة إلى تصعيد قيادات شابة، إلى تصعيد من يستطيع فعلا القيادة، من يحمل المؤهلات للقيادة. فالقانون هناك الكثير من المميزات، ولكن يمكن طريقة عرضه كانت يعني فيها نوع من أنواع يعني مش عاوز أقول عدم شفافية، ولكن يعني الكثير من الناس لم يصلهم القانون بالشكل الواضح والصريح. على الدولة هنا وعلى الإعلام أن تبسط بنود هذا القانون وأن ترسله في رسائل إعلامية إلى الجمهور، ربما يعني ده يخلي كثير يتقبل هذا القانون. من يرفض هذا القانون في وجهة نظري هو يرفض الإصلاح الإداري بشكل عام ونبقى كما هو عليه. يعني أنت لا ترفض القانون، قول مقترحاتك، قول أنت شايف إيه، إنما لا ترفض القانون رفضا باتا. صح. لأن الرفض البات ده معناه أن أنت بتقف قدام مسيرة الإصلاح الإداري. احنا يعني بنأمل إن شاء الله أن الحكومة وهي عازمة على تنفيذ القانون، مثل ما شفنا تصريحات يعني الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنه عازم وبإصرار على تنفيذ هذا القانون، أيضا على الحكومة أن تسع صدرها للمقترحات وأن يكون هناك مجال إلى الحديث المجتمعي مرة أخرى حول هذا القانون، لأن هذا القانون طوق النجاة لإنقاذ الدولة من البيروقراطية العميقة التي تتمركز فيها. صحيح. ننتقل إلى الصفحة 46 ونتابع تقرير الأسبوع، وهو عن قانون آخر أيضا، ولكن هذه المرة يتعلق بمكافحة الفساد، فنقرأ هذا العنوان: النيابة الإدارية تطالب بتعديل تشريعي لمكافحة الفساد. أستاذ جمال، من خلال هذا التقرير المفصل، ما هي أهم ملامح وبنود هذا القانون؟ في الحقيقة أن في زيارة سيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمقر النيابة الإدارية، قامت النيابة الإدارية بتقديم تقرير مفصل بترصد فيه الكثير من المخالفات سواء على المستوى الإداري وأيضا على مستوى مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية. هذا التقرير يعني جاء في وقت نحن في حاجة فعلا للتصدي لهذا الأمر. بنشوف وزارة الري بتعمل مجهود كبير جدا في إزالة التعديات على نهر النيل، أيضا على جميع الجهات أن تساند النيابة الإدارية في هذا الوقت لتنفيذ ما تسعى إليه النيابة الإدارية، لأنها أعلنت بشكل صريح الحرب على الفساد. مخلفات البناء كما رصدها التقرير يعني تعدت 4695، يعني ما يقرب من 5000 مخالفة بناء، يعني ده رقم كبير جدا. لما نشوف التعديات على الأراضي الزراعية عندنا 2685 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، ده برضو رقم كبير. النيابة الإدارية بتقترح تعديل في مشروعات القانون الذي يتصدى إلى هذه المخالفات وتغليظ العقوبة التأديبية، وهنا تغليظ العقوبة التأديبية شيء مهم جدا لتكون رادعا وحاسما أمام يعني المتعدي. في الحقيقة كمان أن النيابة الإدارية في تقريرها أقرت بوجوب يعني تفعيل مبدأ التصالح مع المخالف إذا كان الوضع يلائم يعني أو يتناسب مع التصالح يعني الذي لا، أو إذا سدد الرسوم المستحقة. ما هو الموضوع مش موضوع رسوم، ما أنت ممكن تكون متعدي على أراضي ملك للدولة، فهنا أنت مهما سددت من الرسوم لن تعطي الدولة حقها.
لان ممكن يكون هيبني عليها مدرسه هيبني عليها مستشفى، فهذا ملك او منفعه عامه. ففي الحقيقه يعني زياره الباشمهندس ابراهيم محلب الى مقر النيابه الاداريه رساله قويه جدا لمسانده الجهاز ومسانده النيابه الاداريه في طريقها وفي ثورتها على الفساد، ونامل ان شاء الله ان يكون هناك خطوات جاده. وايضا نحن لا ننتظر فقط تعديلات قانونيه، ولكن ايضا ننتظر يعني تفعيل لهذه التعديلات القانونيه. احنا دائما ما نعمل قوانين بتركن في الادراج، مش هي دي القضيه، مش القضيه اللي يبقى عندنا قانون. احنا عندنا في مصر غابه من القوانين، مهم تطبيق القوانين بالظبط. ده الشيء المهم جدا، وهنا بيقع على عاتق الجهات التنفيذيه التي تتحمل مسؤوليه كبيره جدا في تنفيذ ما ياله النيابه الاداريه وايضا الحكومه. صحيح. ننتقل إلى هذه الجولة في صفحة نجوم وفنون، وننعي فيها الشعب المصري بفقدان النجم الكبير نور الشريف، ونقرأ هذا العنوان الدرامي وبالطبع مقتبس من أفلام الراحل نور الشريف. سواق الأتوبيس يتوقف في محطته الأخيرة بتوقيت القاهرة. في البداية بالطبع نعزي أسرة الفنان الراحل نور الشريف وكل محبيه في الوطن العربي بأكمله، ويعني من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن الراحل نور الشريف. في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، يعني بنعزي كل الشعب المصري وبنعزي المجتمع الفني وبنعزي كل العرب، لأن الفنان نور الشريف ليس فنانا مصريا فقط، ولكنه فنانا عربيا بشكل عام. حزن على فراقه جميع العرب وليس المصريين صحيح. فقط يمكن كما وصفناه في مجلة أكتوبر، يعني سقطت ورقة فيلسوف السينما. يعني هو بالفعل فيلسوف السينما المصرية، تناول وكانت يعني أفلامه كلها تتناول الكثير من القضايا الهامة والشائكة. كانت أفلامه ذات عمق، كان يتناول البعد الإنساني في كثير من الأفلام زي ما كنا بنشوف في سواق الأتوبيس. كان يعني يتجه دائما نحو السينما الهادفة التي نتمنى الآن أن تعود مرة أخرى، وأن نتخلى عن يعني ما نشاهده ويشاهده الأجيال الجديدة من رضاء في الإنتاج السينمائي. يعني نور الشريف رحل ورحلت معه السينما الثقافية والسينما ذات المضمون يعني الذي يحمل طابع تثقيفي عالي جدا. في الحقيقة يعني ربنا يعوض الشعب المصري ويعوض الفن المصري والعربي بما يعني يسد هذه الفجوة، ويعني نحتسبه عند الله، وربنا يعني يسكنه فسيح جنته. صحيح. ولكن في مشوار الفنان الراحل نور الشريف، مشواره الفني الطويل، كانت له أيضا محطات سياسية خاصة، فقد مثلا لاحظنا في الجنازة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل بباقة ورد في هذه الجنازة تعبيرا عن تقديره لهذا الفنان العظيم، وقد شارك ببعض الأعمال خاصة تخص القضية الفلسطينية. نريد هنا الحديث عنها. بالفعل زي ما حضرتك بتقولي، هو كان شاغله شاغل القضية الفلسطينية، ودائما ما كان يتحدث عنها عبر وسائل الإعلام وأيضا عبر أعماله الدرامية. الفنان شريف في جنازته يعني كانت ملحمة بين جميع الفئات الفنية. يعني لما شفنا هناك سياسيين أيضا زي ما حضرتك بتقولي، وأيضا كان هناك الشباب، وكان هناك أيضا جميع الأجيال يعني التي مرت على السينما المصرية. وده يدل على أن الفنان نور الشريف ليس فنان جيل واحد، ولكنه فنان تأثر به جميع الأجيال في المجتمع المصري. صحيح. وبالطبع يحسب له الاهتمام بالقضايا السياسية، وأنه كان طبعاً يعني أكثر فناني جيل ثقافة واطلاع، وهو ده المطلوب من الفنان. ويمكن لازم يعني الكثير من الفنانين يتخذوا من الفنان الراحل نور الشريف القدوة في هذا النحو. يعني الفنان هو مؤسسة ثقافية ليست فنية. الموهبة التمثيلية فقط. بالضبط بالضبط، هناك رسالة يجب أن يأخذها على عاتقه الفنان وأن يتحملها وأن دائما يسعى إلى إيصالها للجمهور. وهو ده الفنان الحقيقي، إن بعد ما يذهب إلى العالم الآخر تظل أعماله صحيح. تجسد رؤيته وتجسد رسالته التي أفنى عمره إلى في إرسالها إلى الجمهور. صحيح. رحم الله الفنان الكبير نور الشريف وألهم ذوي الصبر والسلوان. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا اليوم في العدد الجديد من مجلة أكتوبر. نشكر ضيف هذه الحلقة أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بالمجلة. شكرا أستاذ جمال. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن متابعتكم، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد فانتظرونا. إلى اللقاء.